حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. ميليشيا الحوثي تحول مؤسسات حكومية في إب إلى سجون خاصة. صحيفة العرب الجديد تتحدث عن فوضى الرتب العسكرية وترقيات غير قانونية للمتحاربين في اليمن. وعالمة فضاء بريطانية: الكائنات الفضائية حقيقية وتعيش بيننا على الأرض. أهلا بكم. ارتفعت أعداد المصابين والوفيات بمرض إنفلونزا الخنازير في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الأشهر الماضية، ونقل مراسل يمن مونيتور عن مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإنفلونزا في وزارة الصحة بحكومة الحوثيين أحمد الزبير قوله إن هناك 426 حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير في اليمن خلال 3 سنوات الماضية. تتناوب الأوبئة والأمراض على قتل اليمنيين وسط تكتم شديد من جماعة الحوثي المسلحة مع استمرار الحرب التي تدخل عامها السادس. وكرست جماعة الحوثي المسلحة المرافق الصحية لخدمة حروبها، ما تسبب بانهيار القطاع الصحي وانتشار الأوبئة، وتسبب في تزايد عدد كبير لأعداد الإصابات والوفيات في وقت ترفض فيه المستشفيات استقبال حالات إنفلونزا الخنازير حسب مرضى وشهود عيان. أفادوا ليمن مونيتور أن المستشفيات ترفض استقبال الحالات المرضية بسبب ارتفاع كلفة علاج هذا الوباء، كما ترفض تحمل مسؤولية الوفاة. وبحسب الموقع، يستخدم الحوثيون الأمراض والأوبئة في تحريض اليمنيين بمناطق سيطرتهم على القتال في صفوف الجماعة. يوسف الحاضري الناطق الرسمي لوزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين غير المعترف بها قال إنه من المعيب أن يموت اليمنيون بلدغة بعوض أو بوباء الكوليرا أو بعدوى، بينما هناك خيارات أشرف للموت. في صفحته على الفيسبوك كتب عصام القيسي مقالا عنوانه بإيران اللعب في الهامش، وقال فيه: لو كانت إيران تريد حقا الحد من هيمنة أمريكا على المنطقة لفعلت شيئا آخر عكس الذي تفعله، لسعت بكل ثقلها لتوحيد العالمين العربي والإسلامي كما حاول النظام التركي مثلا، إذ لا شيء يمكنه أن يحد من النفوذ الأمريكي والصهيوني في المنطقة سوى هذه الوحدة في القرار السياسي. لكن إيران فعلت عكس ذلك تماما، فإيران هي أكثر دولة مزقت ما تبقى من نسيج الوحدة العربية والتضامن العربي، إذ عملت على إنعاش فكرة الطائفية المذهبية والسياسية في أكثر من بلد عربي، وأسهمت بالتعاون مع أمريكا في إسقاط أقوى نظام سياسي عربي في المنطقة هو نظام صدام حسين، وسهلت لأمريكا ابتزاز دول الخليج والمجيء بأساطيلها إليه عندما قامت بدور البعبع الذي يهدد هذه الدول، وقامت بتحقيق هدف أمريكي صهيوني آخر خطير، والمساعدة في إجهاض الربيع العربي. ولا يحتاج المرء إلى ذكاء لمعرفة أن إسرائيل مثلاً تحرص على بقاء نظام الأسد في سوريا وهو حليف إيران، لأن الإسرائيليين أنفسهم قد صرحوا بذلك. ولا نحتاج إلى ذكاء أيضاً لمعرفة أن أمريكا راضية عن الحوثي أداة إيران في اليمن رغم شعاراته المعادية لها. إذن فحكاية عداء إيران لأمريكا وإسرائيل ومجرد عداء برجماتي وظيفي، لا عداء مبدئي هدفه تحقيق أطماع إيران الخاصة في المنطقة. فإيران تدرك أنها لن تتمدد سياسيا في المنطقة إلا إذا تمددت مذهبيا، ولكي تتمدد سياسيا ومذهبيا تحتاج إلى حصان طروادة الذي يدخلها إلى قلعة العرب، والقضية الفلسطينية هي أفضل حصان طروادة لإيران. موقع عدن الغد قال بأنه بدأ في عدن بفرض أعمال جباية غير قانونية على الشاحنات داخل الميناء، وأضاف: قيادات من الحزام الأمني فرضت جبايات مالية على الشاحنات بميناء عدن عقب أسبوعين من فرض جبايات مماثلة بنقطة الرباط شمال عدن على الشاحنات الخارجة من عدن. وكذلك تم أيضا استحداث عمليات جباية جديدة على الشاحنات لحظة خروجها من ميناء عدن.
فرضت هذه الجبايات بحسب الموقع عقب اتهام بعدن لنقاط الحزام في نقطة الرباط بأنها تستحوذ على هذه المبالغ، الأمر الذي دعاها إلى قطع الطريق على نقطة الرباط وفرض الجباية لحظة خروج الحاويات من الميناء. والجبايات تستوجب دفعا ماليا على الحاوية الكبيرة 30,000 ريال والصغيرة 15,000 ريال. انتشار نقاط الجباية في كل مكان سيؤدي إلى خلق فوضى عارمة في عموم أنحاء عدن، كما سيشكل خطر كبير على الحياة الاقتصادية. حين ضاقت سجون ميليشيا الحوثي بالمختطفين ولم يعد هناك مكان يكفي لسجن المزيد منهم، قررت الميليشيا تحويل المؤسسات الحكومية إلى سجون بحسب موقع الصحوانت، والذي أضاف أيضا أن ميليشيا الحوثي أنشأت سجونا عدة في المؤسسات والمكاتب الحكومية بمحافظة إب. وكشفت مصادر مطلعة عن وجود العديد من السجون الخاصة بمختلف المكاتب والمؤسسات الحكومية بمحافظة إب يشرف عليها قيادات ومشرفو ميليشيا الحوثي. وقالت المصادر إن قيادات حوثية تقوم بسجن العشرات من المواطنين في تلك المؤسسات والمكاتب الحكومية، ويتعرض العديد منهم لعمليات تعذيب جسدية ونفسية. وكانت حملة واسعة للناشطين في إب طالبت بإغلاق السجون الخاصة في المكاتب الحكومية والتي تديرها قيادات حوثية، بينما كان آخر عملية اختطاف في المحافظة من نصيب كابتن المنتخب الوطني سابقا وأمين عام نادي اتحاد إب أحمد البريد. بعد سليماني، العلاقات الأمريكية العراقية على مفترق طرق، هذا عنوان مقال للكاتب الأمريكي مايكل نايتس الذي نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وترجمه موقع الغد الأردني، وجاء فيه: إذا كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق عند مفترق طرق فعلا، فما هي المسارات المحتملة التي قد تتبعها واشنطن؟ يتمثل أحد الخيارات في مواصلة النهج الحالي الذي يستلزم ترك المحتجين والقادة الدينيين والمعتدلين في العراق لشأنهم إلى حد كبير، بينما يحاولون إعادة ديمقراطيتهم المنحرفة إلى مسارها الصحيح. في إطار هذا السيناريو، سترد الولايات المتحدة فقط على الهجمات الخطيرة التي تستهدف مواطنين أو منشآت أمريكية. يلمح العديد من المسؤولين الأمريكيين حاليا في مسار ثان قد ينطوي على عقوبات أقسى وردع العناصر المناهضة للولايات المتحدة في العراق، ويشمل ذلك فرض عقوبات على قائمة أوسع بكثير من السياسيين ورجال الميليشيات. المسار المحتمل الثالث هو الانفصال، سواء بناء على طلب العراق أو لأن واشنطن قررت تعليق التعاون الأمني والاقتصادي والدبلوماسي. خلصت الحكومة الأمريكية على ما يبدو وبشكل صائب إلى أن الاستمرارية ليست خيارا، وبالتالي قد يكون التشدد لفترة من الوقت مجديا. وإذا كانت النتائج غير مرضية، فإن واشنطن تبدو مستعدة للتوجه نحو شكل من أشكال الانفصال. بدءا من الشهر الجاري على الحكومة الأمريكية زيادة الموارد البشرية المتاحة لجهود وزارة الخزانة من أجل فرض عقوبات على مجموعة كبيرة من السياسيين وقادة الميليشيات العراقيين. أما بالنسبة للعقوبات الاقتصادية واسعة النطاق أو غيرها من الإجراءات التي قد تعد عقابا جماعيا، فينبغي الحفاظ عليها كرادع ضد الهجمات الكبيرة. وعلى الولايات المتحدة أيضا أن تحث حلفائها الأوروبيين مثل بريطانيا التي لقي جنودها حتفهم على يد كتائب حزب الله قبل عام 2011 على تصنيف هذه الجماعة ككيان إرهابي. تتحدث صحيفة العربي الجديد عن فوضى الرتب العسكرية والترقيات غير قانونية للمتحاربين في اليمن، فلم يستغرب العقيد المتقاعد في اللواء 39 مدرع بمحافظة عدن علي أحمد الضالع بينما يشاهد صور مقاتلين حوثيين شباب في شوارع صنعاء تسبق أسماؤهم رتب المقدم العقيد العميد اللواء، بعد أن منحوا رتبا عسكرية دون دراسة في الكليات العسكرية المعروفة في البلاد، لأن الحكومة الشرعية هي أيضا منحت رتبا عسكرية لمقاتليها في المقاومة الشعبية دون التحاقهم بتلك الكليات. لا تعد تلك الظاهرة جديدة في اليمن، إذ سبق وإن شهدتها البلاد في عهد علي صالح وفق ما رصده الدكتور ناصر محمد ناصر في كتابه الأزمة السياسية اليمنية، والذي قال فيه إن الفساد تفشى في المؤسسة العسكرية وترهلت بالزياد عدد المنتفعين من المشايخ والوجهاء الذين منحهم النظام رتبا عسكرية رفيعة ومرتبات شهرية مقابل الولاء له. مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين منح مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين رتبة مشير
أعلى رتبة عسكرية في القوات المسلحة، حصل عليها من قبل عبد الله السلال أول رئيس بعد الثورة اليمنية على الحكم الإمامي والرئيس صالح والرئيس هادي، وهو ما يخالف الفقرة بالمادة 30 بالقانون التابع للخدمة في القوات المسلحة والأمن رقم 667 لسنة 1991، إذ تنص على أنه من رتبة فريق إلى رتبة فريق أول تنظم بقرار من مجلس الرئاسة، ومن رتبة فريق أول إلى رتبة مشير تنظم بقرار من مجلس الرئاسة. تتساءل صحيفة القدس العربية في افتتاحيتها، هل تطفئ المواجهة الأمريكية الإيرانية نار الثورات؟ وتقول أيضاً، كانت تدرجات التصعيد في المواجهة الأمريكية الإيرانية قبل حدث مقتل الجنرال قاسم سليماني تسير في تناظر حرج مع الحراكين الشعبيين في العراق ولبنان، ورغم أنه لا يمكن الفصل بين المسألتين، فقد كانت الجماهير العراقية واللبنانية تتعامل مع معركتها مع النظامين بحذر. من نافل القول إن قرارات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بدءاً من انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، ومروراً بالتشديد الهائل للعقوبات الاقتصادية والسياسية على طهران، وانتهاءً بعملية اغتيال سليماني، لا تدخل في حسبانها قضايا شعوب المنطقة وآمالها بالتحرر، وهي لا تتغاضى فقط عما يحصل في البلدان العربية من فساد وقهر ومظالم، ولكنها تشارك عملياً في التغطية على كبار المسؤولين عنها، ناهيك عن مشاركتها في دعم تغول إسرائيل ضد الفلسطينيين عبر مساهمتها في تشريع احتلال القدس والجولان وغور الأردن. الصراع بين واشنطن وطهران في العراق ولبنان بهذا المعنى، ومن وجهة نظر سيد البيت الأبيض، محاولة لإخضاع إيران التي تتحدى القوة العظمى الأولى في العالم، وهي من وجهة نظر المرشد الأعلى علي خامنائي محاولة لطرد النفوذ الأمريكي وتسيير شؤون البلدين فيما يفيد مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي فإن وجود الجماهير في الشارع تطالب بحقوقها هو أمر فائض لا يوجد في ميزانية التكاليف العسكرية، ولا تبدو مهتمة بضمه إلى حساباتها السياسية. المظاهرات القائمة في العراق تنشد تغيير نظام محسوب على طهران، لكن هذا لا يجب أن ينسينا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أنشأت هذا النظام، وإذا كانت ترغب في إضعاف النفوذ الإيراني في العراق لكنها لا ترغب في إسقاط النظام الفاسد، فهي أيضا مسؤولة عن صناعته. لكن السؤال هنا، هل يتمكن الثوار العراقيون واللبنانيون من النأي بأنفسهم عن تلك المبارزة التي تجري بين بلدين يتنازعان المنطقة إذا تصاعدت المعارك بين الطرفين؟ أم أن نيران المواجهة ستطفئ نار الثورات؟ استطاع الممثل ريسل كرو لفت الأنظار إلى ما تشهده أستراليا من حرائق للغابات منذ أسابيع، كما قالت صحيفة الشرق الأوسط من خلال نشر فيديو لجائزة جولدن جلوب التي فاز بها على شاحنة إطفاء يستخدمها للمساهمة في إخماد الحرائق. وكان الفنان الشهير غاب عن الحفل الذي فاز فيه بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل الصوت الأعلى في حفل جوائز جولدن جلوب، ولكنه نشر مقطع فيديو عبر حسابه بتويتر يظهر فيه جائزة جولدن جلوب في الشاحنة التي يستخدمها للمساعدة في مكافحة الحرائق. حكومات الولايات والأقاليم في أستراليا تكافح المئات من حرائق الغابات الضخمة، ولكن الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون تعرضت لانتقادات شديدة بسبب عدم تخصيصها القدر الكافي من الموارد والتمويل، كما تسببت الأدخنة الناتجة عن حرائق الغابات في جعل تلوث الهواء في المدن الأسترالية الأسوأ في العالم. ولقي 24 شخصا حتفهم في أستراليا خلال الموسم الحالي من حرائق الغابات، فقد تسببت حرائق الغابات في أضرار لجميع الولايات الست بأستراليا وإقليم واحد، وهناك أكثر من 200 من الحرائق التي ما زالت مشتعلة، فيما تسابق مشاهير هوليود ونجوم الغناء والرياضة على جمع الأموال لرجال الإطفاء وضحايا حرائق الغابات في أستراليا.
قالت أول بريطانية ذهبت في رحلة إلى الفضاء بحسب البي بي سي إن المخلوقات الفضائية موجودة ومن الممكن أن تكون حية بيننا على سطح الأرضية على سطح الكرة الأرضية. وأضافت البروفيسورة هيلين شارمان لصحيفة أوبزيرفر البريطانية أن الكائنات الفضائية موجودة لا شك في ذلك، فهناك أشكال مختلفة تماما من الحياة بين مليارات النجوم. ودخلت البروفيسورة شارمان البالغة من العمر 56 عاما التاريخ عندما سافرت إلى محطة الفضاء الروسية مير في مايو عام 1991. وأضافت شارمان وهي كيميائية تعمل حاليا في كلية إمبريال كوليدج في لندن أنه على الرغم من أن أجسام الكائنات الفضائية لا تتكون من النيتروجين والكربون كأجسام البشر إلا أنها قد تكون موجودة على سطح الأرض الآن لكننا لا نستطيع رؤيتها. كتب عمرو حمزاوي في صحيفة القدس العربي مقالا تحت عنوان العرب في العقد الجديد مواجهة العنف واستعادة العقل، قال فيه: هي سمة من سمات المجتمعات المأزومة أن يطغى العنف اللفظي على الفضاء العام وتحل الاتهامات المتبادلة بين المختلفين في الفكر والرأي محل النقاش الموضوعي. هي سمة من سمات المجتمعات المأزومة أن تنتقل عدوى ادعاء احتكار الحقيقة من الحكام السلطويين وأعوانهم وحلفائهم إلى بعض معارضيهم الذين يزعمون الدفاع عن الحقوق والحريات وهم لا يقلون فاشية عن الأولين. من مبرري السلطوية من إعلاميين ورجال دين وسياسيين إلى الكثير من الكتاب والأكاديميين الذين يتصرفون كأصحاب الملكية الحصرية للمعرفة والعلم ولا يخجلون من تسفيه آراء المختلفين معهم. هي سمة من سمات المجتمعات المأزومة أن يغيب التراكم المعرفي والعلمي والفكري عن الفضاء العام وأن تهيمن الرداءة بكل مكوناتها من عنف لفظي ومكارثية تسفه الرأي الآخر وانحيازات إيديولوجية لا تعرف قيمة الحوار وتضامن مع ضحايا الظلم مرهون بصمتهم واستعلاء مريض باسم حقيقة هي من كل ذلك برع. يصبح السؤال إذن هو لماذا ينجرف الكثيرون بين ظهرانينا إلى تلك الرداءة وإلى إلغاء العقل والامتناع عن إعمال ملكته بحثا وقراءة وتفكيرا؟ السؤال هنا هو لماذا يتخلى الكثيرون طواعية عن فرديتهم التي لها أن تمكنهم من التعبير الموضوعي والمستقل عن الرأي بشأن القضايا العامة ويفضلون الانصهار في جموع ترفع يافطات الرأي الواحد. الكثير منا يعزفون عن إعمال العقل بشأن القضايا العامة ويفضلون السير وراء غيرهم. ربما هي ظروف الحياة القاسية التي تستنفذ طاقات وقدرات الناس في الأمور التي تخصهم وتخص أسرهم. ربما هو حكم الفرد الذي يزيف وعي الناس على نحو يجعلهم يسلمون بحتمية الاعتماد الأحادي على البطل المنقذ في إدارة شؤون الدولة والمجتمع والمواطن وبضرورة اعتناق الرأي الرسمي كصواب خالص. إذا من صحيفة واشنطن بوست صور لمواقف مختلفة من مناطق مختلفة أيضا من العالم نتابع. وفي آخر فقرة من حلقتنا لهذا اليوم اختنا لكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير والتي تعبر عن قضايا عديدة نتابع أيضا.
وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.